كمكتب وطني للاستشارة الفلاحية كنشاركوا في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفواكه الحمراء من خلال واحد الفضاء اللي فيه جوج ديال الأروقة، رواق خاص بالمقاولين الفلاحيين الشباب ورواق خاص بالتغطية الصحية. وحنايا من خلال المساهمة ديالنا والمشاركة ديالنا في هذا المهرجان كنطمحوا أنه نتلاقوا مع مجموعة ديال الشباب والفلاحة والفلاحين من أجل أنهم نمدهم بجميع المعلومات اللي كيخصوا لا المقاولاتية ولا أيضا التغطية الصحية.